ممكن في البدايه عشان برضو نبدا الموضوع من اوله ونشرح بالظبط عن يعني الاتحاد وبيضم ايه واتاسس تقريبا امتى؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاتحاد المصري للغوص والانقاذ تاسس عام 83. يمكن بدايه تاسيس الاتحاد كان له نشاط سياسي شويه على اساس الاشراف على مراكز الغوص في مصر بعد ما استرددنا سيناء. وكان مكون من كلهم ضباط قوات بحريه ومن الشرطه ومن الانقاذ الناري. كان بالتحديد عشان قصه مراكز الغوص. ثم بدانا اشتركنا في الاتحاد الدولي وعرفنا ان في رياضات بيمارسها كل دول العالم واشهرها طبعا السباحه بالزعانف وفي التوجيه بالبوصله وفي التصوير تحت المايه وفي الهوكي تحت المايه في الرجبي تحت المايه في حاجات كتير يعني انا واحد من الناس ما كنتش اعرف ان الموضوع للدرجه انا حتى كنت متخيل انه مثلا ايه انه تابع بشكل ما الاتحاد المصري للسباحه لكن لا كلام حضرتك انه اتحاد مستقل بذاته اتحاد مستقل الاتحاد الدولي مقره في روما في ايطاليا الاتحاد الدولي للرياضات اللي تحت مائيه كونفدريشن مونديال اكتيفيتي هو التصوير تحت الميه بيعد رياضه وله بطولات عالم كمان على فكره احنا نظمنا بطوله عالم تصوير تحت الميه في عام 92 وكانت بطوله كبيره جدا في شرم الشيخ وكانت يعني جذبت العديد وقريبا جدا احنا تقدمنا الملف ان احنا ننظم بطوله تصوير تحت الميه باذن الله هتبقى 25 يمكن 24 هتبقى بطوله عربيه افكار بتيجي ازاي دي هي على فكره هو يمكن التصوير لو اتكلمنا بقى يعني احنا كمان عندنا كنوز تحت الميه بالظبط طبعا كتير ورأس محمد من احسن مقاصد الغوص على مستوى العالم طبعا مصر شرم الشيخ غردقه مرسى علم اماكن كتيره جدا وهو ده اللي احنا بنقول ان السياحه الرياضيه تقدر تجذب العديد من السياح اللي يقدروا يجوا مصر ولو قلنا بقى السياحه بالنسبه لمصر او سياحه الغوص بقت نمره واحد ما بقتش اثار ما بقتش اي سياحه هي سياحه الغوص النهارده اللي بتدخل تقريبا 70% من الدخل القومي لمصر جاي من سياحه الغوص فاهتمامنا احنا كمان كاتحاد مصر للغوص والانقاذ بالرياضات اللي هي بتجذب سائح الغوص هيبقى فيها ان شاء الله ليها مردود كبير للعوام القادمه باذن الله. جميل.